على حالة الطقس النهارده، اخبارها ايه؟ بتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، ولكن بارد ليلا على اغلب الانحاء. خليني اقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهارده في بعض محافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة. القاهرة سجلت النهارده العظمى 28، اما الصغرى 15. اسكندرية 21-13. إسماعيلية 28-14، الغردقة 28-16، المنيا 29-12، سوهاج 30-13، وأخيرا أسوان 31-14. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، هنبدأ مع الرياض. الرياض سجلت النهاردة العظمى 28، أما الصغرى 18. أبو ظبي 31-23. أنقرة 6-2. لندن 12-2. واشنطن 7-0. باريس 17-8. بكين 15-7.